ينضم إلينا الخبير الأمني السيد سرمد البياتي، أهلا بك في حصاد التغيير. يعني نبدأ من التحركات المسلحة عند مدخل الأنبار الشرقي، كيف من الممكن أن تفسر هذه التحشيدات العسكرية عند حدود الأنبار والتي يصفها وجهاء المحافظة بأنها تحمل أهداف مشبوهة، وكما يرى البعض هي تحمل أيضا رسائل موجهة لرئيس البرلمان الحلبوسي؟ بداية أصدرت قبل دخولي الاستوديو، يعني أصدرت خلية الإعلام الأمني توضيح فيما يخص القطعات اللي كانت موجودة على الجانب الشرقي أو البوابة الشرقية الأنبار، وذكرت بأنه هذه التحاق لأفراد من الحج الشعبي مجازين إلى منطقة حديثة، و يعني ذكرت هذا التوضيح وأنه هاي القطعات كلها بأمرة القائد العام، أصور لواء 45 هم بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. هذا خطاب خلية الإعلام الأمني، لكن يعني بالحقيقة اعتيادي على ما مرت به الأنبار من إشكالات ومشاكل وكثير من الأمور ومختطفين ومغيبين ومختفين، فلذلك يعني الناس هناك من حقها أن تتخوف من أي حركة، يتوقعون أنه هنالك شيء معين سيحصل، هنالك استهداف معين، لكن البيان وخلية الإعلام الأمني وبيان يعني اللي هو تمثل رأي القائد العام للقوات المسلحة كان واضح جدا بأنه مجرد تبديل لقطعات أو التحاق مجازين بما معناه. فلذلك هنا احنا راح نتوقف على اعتبار انه التوضيح صدر من الدولة، لكن انا قلت لك هنالك تخوف، يعني كثير الناس ذاقوا كثير من الويلات سواء من داعش او من بعض الامور الاخرى، فلذلك هم متخوفون بدرجة اساس. عسى ان يكون هذا الخطاب او هذا البيان هو بيان تطميني الى اهلنا الموجودين في الانبار. نعم. طب سيد سرمد، يعني ما زال دم القاضي في ميسان أحمد الساعدي لم يبرد، فإذا بقضية الأنبار تخرج لنا صفح. خلينا نتحدث قليلا على موضوع المخدرات وتسريبها للعراق، واللي تحول في السابق كان مجرد جسر ما بين إيران ودول الخليج، الآن أصبح مستهلك كبير، العراق أصبح مستهلك كبير للمخدرات. باعتقادك يعني لماذا لا يوجد إجراءات حقيقية لردع هؤلاء العصابات، عصابات المخدرات؟ يعني أنا أشكرك أولا أستاذ أحمد، تكلمت بهذا الموضوع، يا ريت يعني لو عندنا مجال، بس إن شاء عندك الله المجال. يعني نحاول أن نوصل رسالة سريعة. شوف أستاذ أحمد، أنا رأيي الشخصي أنه موضوع المخدرات نفس مستوى خطورة داعش، هذا رأيي الشخصي. بالمناسبة مو دا أقول هنا بقناتكم، لا، قبل سنة أيضا في إحدى القنوات العربية وقبلها أيضا عملت ملف كامل عن المخدرات. بالمناسبة المخدرات قد لا تكون قضية سياسية، يعني هسه احنا امام منبر، وهذا المنبر يا اما نتكلم به حقائق يا اما نتكلم وفق ادلجة معينة احنا نريد نتكلم بها، لا احنا نتكلم وفق حقائق. شوف مرات واحد يحكي هسه نقول تدخل ايراني كثير موجود بالسياسة العراقية كثير امور، هذا ما مختلفين عليه، لكن ما تقول لي مثلا ايران هي تدز مخدرات للعراق، لا، هذا هنا أني شوي راح أتوقف. ليه؟ لا أنا ما أقول إيران ترسل مخدرات، لا أنا أقول عصابات المخدرات، يعني قابل إيران شغلها تعبر مخدرات، لا أكو عصابات مثل ما موجود في العراق عصابات، هناك أيضا عصابات. نعم أستاذي بالضبط. فأني من أتكلم بصورة عامة، يعني عرفت شلون؟ إيران تنشط بالمخدرات من يمها إيران يمها أفغانستان. للعلم من فتحت هذا الملف في وقتها، من فتحت هذا الملف واتصلت حتى بناس بكثير من الدول، يعني من أجل أن أكون ألم بالموضوع، اتضح بأنه حدودهم بأفغانستان، هناك الجندي اللي نقلوه أو الشرطي اللي نقلوه على حدود أفغانستان حتى
يعبرون اياها بالاسماء النقاط مالتهم، يعني هذا اعتبره بمثابة ميت، يعني ميت مقتول. يوميا او كل يومين ثلاثة عندهم اشتباكات على حدود افغانستان بين افغانستان وايران ويا عصابات مخدرات. هنا نفس الشيء، يعني هو المشكلة تحول هذا الموضوع اللي هنا. زين، احنا هل من المعقول يا جماعة، يعني والله يعني مرات تتطافر من عندي كلمات استاذ احمد، فانت اصبر علي شويه لانه منزعج جدا. يعني بلد ينقتل به قاضي وقاضي مختص بالمخدرات، المفروض اليوم الدنيا تنقلب على تجار المخدرات وعلى مستهلكيه وعلى كل من يعني يتعاطى ويتاجر بهذا الموضوع. زين، ليش هسه احنا، تعال حاسبني، يعني كم عندنا عدد المحكومين بالاعدام من وراء من بسبب المخدرات؟ الى متى احنا راح نبقى ننتظر؟ ايش وقت راح ينحكمون بالاعدام؟ للعلم والاطلاع استاذ احمد، ناس يعني مجرمين يقتلون، يذبحون، يتاجرون بالمخدرات، داعش ينتظر عسى ولعل يجي عفو على مود يعني من اجل ان يخرج من السجن. هؤلاء نفس الشيء. يا أخي هسه إحنا عرفنا حقوق الإنسان على صفحة يا أستاذ أحمد، أنت عراقي وأنا عراقي ونعرف وضعنا. إحنا إذا ما تكون هنالك قوانين مشددة وتطبيق حقيقي، تطبيق حقيقي لكل ما يجري من هذه الأمور، من هاي الخروقات الأمنية ومن ضمنها المخدرات، والله فلا راح الناس ترتدع. طب هل يعني هذا ما تتوقعه سيد سرمد؟ لذلك أن يتم اتخاذ دور واضح وإجراءات رادعة، سياقات أمنية جديدة من نوعها من قبل الأجهزة الأمنية، وهل أصبحت ميسان خارج التغطية الأمنية كما صح يقول البعض؟ ماشي، أتكلمت قبل ما أدخل أيضا الاستوديو مع السيد الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، ذكرت قلت له إجراءاتكم يعني ما معقولة، إحنا صار علينا ضغط إعلامي، يعني أنت تكون واجهة وتتكلم. الرجل اليوم كان هو ويا وزير الداخلية في 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 ميسان، بعثوا قطعات عسكرية كبيرة، قائد العام القوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي مصر أنه يلاقي حل إلى موضوع النزاعات العشائرية ومواضيع المخدرات. يا أخي المواطن مرعوب، مرعوب المواطن، يعني يا ستقى العصالح صارت سالفة كل بالجروبات وبالعالم كلها تحكي، وقاموا ينزلون بيانات يعني للطرفة يسووها، اقتحمت فلان شيء وانسحبت فلان عشيرة يا أخي وين قاعدين؟ يا أخي احنا ضربنا كل السياقات، تجاوزنا يا أختي كل السياقات، سواء يعني هل من المعقول أنه كان الشعب وصل إلى مرحلة، وخاصة السيئين أنا أتكلم عنهم طبعا، إلى هذا المستوى من الفلتان؟ ليش هذا المستوى من الفلتان؟ أنا أقول لك ليش، ماكو حقيقة عقوبات رادعة. الآن السجون في البصرة وبقية محافظات بما قصة المخدرات، والله مرات سألت قالوا يعني حل وشد، تعرف أنت الحل والشد، وأنتوا تعرفون الحل والشد بالبناء، هذول صايرين حل وشد من كثر المعتقلين بالمخدرات. طيب وإلى متى؟ إلى متى إحنا نستمر فقط نبني سجون ونوسع السجون من أجل هذا الموضوع؟ ما معقولة. إذا هم يذكرون بأنه رئيس الجمهورية لازم يوقع على، يا أخي وقع على عقوبات الإعدام، شعب يقول لك اعدم المسيء، هذا اطلع هسه سوي، أنت هسه سوي استبيان خلينا نسويه في أي منطقة، اطلع بشاعر رشيد، اطلع بمدينة الصدر، اطلع قل له تأيد عقوبات الإعدام على دولة، ثق واعتقد راح تكون النتيجة يمكن 99 مؤيد لهذا الشيء. ما نعشي العلاقة بحقوق الإنسان، هو إذا اثنين ثلاثة عدموا وشافوا الناس جزائهم العادل استحقوا ذولا، أكيد البقية راح ترتدع، لكن هو دي يدخل للسجن بلكي تنهزم، لو بلكي ينتظر لفد عفو فد شيء من أجل أن يطلع ويعيد نفس النشاط، والسجن راح يخرجه أخطر مما كان. الناس احنا مو مؤسسات اصلاحيه، ما هو راح يتقوى عصابات اخرى وراح يطلع مجرم محسن، اذا كان بس مخدرات راح يطلع مخدرات وقتل وجريمه واغتصاب وما شاكل ذلك. شكرا على ما تفضلت به سيد سرمد من معلومات وايضاحات، الخبير الامني سرمد بياتي، شكرا جزيلا لك.